هلا في عنا إشي اسمه ستيفن بولتزمان كونستانت. وستيفن بولتزمان كونستانت بيقول إنه الجسم إذا كان عندي جسم إذا كان بيرفكت بلاك بودي هذا بيساوي سيجما تي تو ذا 4. هذه عبارة عن واتس بير سكوير متر. يعني لو عندي بيرفكت بلاك بودي هذا بيرفكت بلاك بودي راح يعمل إشعاع راح يعطيني إيميشن بالتناسب مع إيش؟ مع القوة الرابعة لدرجة الحرارة والرابط بينهم كونستنت. الكونستنت هذا هو ستيفن بولتزمان. مش فرق الحرارة بينه وبين الأمبيون تي قوة الرابعة ناقص تي تو ذا الأمبيون بالكلفن. لا بس بالكلفن اوكي ناقص التي تبعت الامبيوت ناقص التي تبعت الامبيوت جريدينت اوكي. انا مش متاكد انا اللي معي فيش فيها هاي بحط نقطه عليها هلا وذ ريسبكت خلينا اتاكد منها اجاوبك عليها وذ ريسبكت تو امبيوت. هل نعتبر بالهون انه هاي عالي جدا بالنسبه للامبيوت؟ ما بعرف خلينا اتاكد منها واشوف. هلا هاي طبعا لازم تكون بالكلفن وهذه وحدتها واتس بير سكوير متر. ايش وحدة سيجما لازم تصير؟ تكون واتس بير سكوير متر بير كلفن تو ذا 4. اوكي مزبوط. فصار عندي لو عندي بيرفكت بلاك بودي، بيرفكت بلاك بودي راح يشع حرارة بتتناسب راح يشع طاقة حرارية واتس بير سكوير متر بتتناسب مع المربع القوة الرابعة للتمبرتشر مضروبة في ستيفن بولتزمان كونستنت وهذا ثابت لكل بشكل عام. رقمه هون قيمته 5.669 × 10⁻⁸ واتس بير سكوير متر بير كلفن. فمثلا على سبيل المثال انا هون اخذت مثال لو كان عندي درجة حرارة سطح الشمس قديش؟ 5800 مثلا. ولو اعتبرنا انه الشمس وي اسيوم انها بيرفكت بلاك بودي إذا T تساوي 5800 كلفن. إذا شو بتكون بقدر ايش اطلع الآن؟ لأن الـ EP إذا فرضت إنه هو الشمس بيرفكت بلاك بودي راح يعطيني E للشمس اللي هي بتساوي 5.669 × 10⁻⁸ مضروبة في 5800 القوة 4. حد يحسبها على الآلة الحاسبة إذا معك. وهي طبعا وحدتها ايش لازم تطلع؟ واتس بير سكوير متر. يعني لو رحت انا على سطح الشمس، على سطح الشمس اللي عنده درجة الحرارة 5800 كلفن على السطح هذا، لكل متر مربع قديش بعطيني جولز بير سكند؟ الرقم هذا راح يطلع معنا واتس بير سكوير متر، اللي بيطلع شيء تو ذا 7 10 تو ذا 7 بيطلع 64.15 في 10 قوة ستة. إذا بيعطيني 64.15 ميجا واتس ميجا واتس بير سكوير. هذا توصلنا طبعا شيء خيالي لهذا. هلا قديش وصلت؟ ما هو بصير في عندك ديستريبيوشن بصير ديستريبيوشن من الهاي. اوكي اذا هذا فكره الهاي. طيب البلود العادي ما راح يعطينا اي بي مش هيك؟ راح يعطينا اكثر ولا اقل؟ اقل بقديش؟ بنسبة سيجما بنسبة اللي هي ابسلون. يعني الجسم العادي اللي مش بيرفكت بلاك بودي راح يعطيني ابسلون. مش احنا قلنا انه ابسلون بتساوي اي على اي بي. اذا اي شو بتساوي؟ ابسلون اي بي. اذا هاي بتساوي اي ابسلون اي بي وتساوي ابسلون سيجما تي تو ذا 4. اوكي؟ اذا الجسم العادي راح يعطيني مو هاي مهمة. ليش مهمة؟ لانه انا اللي راح اقيسه مش تي، راح اقيس الاميسيف باور مش هيك؟ انا اللي راح اقيسه في الجهاز هو واتس بير سكوير متر. لايش بدي احوله؟ لتمبرتشر. اذا التمبرتشر شو بتساوي؟ الجذر الرابع بتساوي 1 على 4 قوة الجذر الرابع اي على سيجما ابسلون. اذا طريقة القياس راح تكون انه انا في عندي جهاز بده يقيس الاميسيف باور بقسمه هون على كونستنتس. شو هم الكونستنتس الاثنين؟ ابسلون وسيجما. سيجما ثابت ما في مشكلة، بس ابسلون بيعتمد على ايش؟ الجسم. بيعتمد على طبيعة هذا الجسم والاميسيفيتي تبعته، لازم اعرف الاميسيفيتي. اذا بقسم الاميسيف باور اللي واصلتني ان واتس بير سكوير متر
على سيجما وعلى ابسلون لهذا الجسم باخذ الجذر الرابع بعطيني درجه الحراره. طبعا هاي بدها تكون ان كلفن. اذا نحولها ل دكتور شو الماتيريال اللي في السنسر نفسه؟ شو اللي بيتغير معي؟ ما بعرف.